بالرباط دائما نظم المكتب الإقليمي للشراكة الأمريكية الأوسطية حفل توقيع اتفاقيات لتمويل مشاريع 3 جمعيات مغربية. المشاريع المختارة تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني وتشجيع الشباب والنساء على المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تحسيس مختلف القضايا البيئية. روبورتاج مجد حلاوي ومحمد تولينا. منذ 2014 مولت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية بالمغرب 30 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني بقيمة 3 ملايين دولار. كل مشروع يمول بمبلغ يتراوح بين 500,000 درهم ومليون درهم. هدف المشاريع تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الوطنية. الهدف من هذا المشروع هو توعوي، هو مسرحية من أجل توعية المواطنين باش يمشيوا لصناديق الاقتراع. يعني هو مسرحية كتحمل في طياتها بعد توعوي وتشخيص مجموعة من نجوم التلفزيون والمسرح المغربي اللي غادي تدوز 24 مدينة، يعني 24 عرض في 5 ديال الجهات في ربوع المملكة. في إطار المبادرة قدمنا مشروعا لتحسيس الأطفال والشباب بالبيئة. سنكون 30 سفيرا شابا في هذا المجال، سيشاركون في لقاءات وطنية ودولية منها قمة التغيرات المناخية بمراكش. هدف برنامج المنح المحلية في إطار مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ينسجم الإصلاحات السياسية ببلادنا وأيضا ما ستعرفه من قمم عالمية. خلال هذا العام نهدف إلى دعم النساء والشباب بالبرلمان وتعزيز الانخراط في الحياة السياسية وتشجيع روح المقاولة، وبالأخص تشجيع المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة والتحسيس بقضايا القمة العالمية للتغيرات المناخية بمراكش. منذ 10 سنوات وبرنامج المنح المحلية يدعم المجتمع المدني إذكاء لمساهمته في مختلف الأوراش الاقتصادية والسياسية.